السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار في ساعة. ضيفنا هذا المساء هو الإعلامي السعودي المعروف سعيد الهلال. استضافتنا له هذه الليلة ستكون للحديث عن الانتقادات المتزايدة التي تحاصر تجربة أول رئيس منتخب على مستوى الكرة السعودية، خاصة وأن أحمد عيد الذي لم يكمل بعد عامه الأول أصبح يعاني من سهام متواصلة تلاحق وتراحق اتحاده الكروي. ولتعرف أكثر على القضية نتابع معكم هذا التقرير. حالة التناقض التي أصبحت عليها الكرة السعودية في اتحادها الكروي بين نظام سابق كان يمضي بالتعيين وآخر منذ ديسمبر العام الفائت اعتمد على أول تجربة انتخابية من شأنها أن تثير الكثير من الجدل والتساؤل فيما يخص الانتقادات المكثفة التي باتت تلاحق أحمد عيد أول رئيس منتخب، واعتبارها أنها من الحالات النادرة لاعتبارات أن الرؤساء السابقين من الأمراء تجنبوا كل تلك النيران والسهام الحالية بحصانة سياسية واجتماعية لم تعد حاضرة في يومنا هذا مع الرئيس الجديد. لقد مرت الكرة السعودية على أكثر من منعطف خطر في سنوات فائتة، إلا أنها لم تعتد على مثل هذه التجربة الصريحة والواقعية والتي من خلالها اختلط الحابل بالنابل، ولم يعد متاحا أن يتعرف المتابعون والنقاد على حقيقة تلك الانتقادات والسهام وهويتها، إذا ما كان يقصد من ورائها التنقيص من قيمة العمل الذي يقدمه رؤساء اللجان المختلفة، أم أنها في الأساس ليست أكثر من محاولة مبطنة للنيل من كرسي الرئيس. لم ينسى الجميع حالة الانقسام التي كانت عليها العملية الانتخابية في اختيار الرئيس، ولا يزال المتابعون يتذكرون كيف أن 30 صوتا من أصل 62 ذهبت لمصلحة المرشح للرئاسة الآخر خالد المعمر ممثل نادي الشباب، ما يعني أن ما يقارب نصف أعضاء الجمعية العمومية لم يكونوا في ترحيب للرئيس الحالي، وهو ذات السؤال الذي يعاد طرحه من جديد. هل يواجه اتحاد عيد تصفية حسابات انتخابية؟ أم أنها أخطاء واقعية تستحق كل ذلك التقليل والتنقيص؟ أهلا بكم مرة أخرى، يمكنكم التواصل معنا وتوجيه الأسئلة لضيفنا الكريم عبر حساب البرنامج الذي يظهر على الشاشة الآن، كما يمكنكم المشاركة عبر موقع التصويت للبرنامج عبر الموقع الكاس.net. هل حققت تجربة أول رئيس منتخب الكرة السعودية أهدافها أم أن مؤشراتها غير ناجحة؟ أبو يوسف أهلا ومرحبا فيك في الدوحة في بلادك، مشكور على قبول الدعوة. اولا دعني اوجه لك الشكر لتوجيهك لهذه الدعوه والظهور في قناه الكاس في برنامج حوار في ساعه. اشكركم على هذه الاستضافه، واتمنى ان اكون ضيف خفيف على مشاهدي قناه الدوري والكاس، واتمنى تكون اسئلتك برضو خفيفه ابو سعيد. خفيفه عليهم ولا عليك؟ لا لا ان شاء الله تكون علي انا، ما بعلي. لا ان شاء الله. احنا نبدا من التصويت، يعني هل تجربة أول رئيس منتخب الكرة السعودية يعني حققت أهدافها أم أن مؤشراتها فعلا تظهر أن هناك يعني غير ما تخلينا نتفائل؟ هذه أشبهها زي مثلا يجيك واحد قبل الاختبارات تقول له أنت ناجح ولا لا، هو لسه ما اختبر، بس هو إذا كان شاطر يعرف. ممكن، لكن أحمد عيد أو الاتحاد السعودي لكرة القدم خلنا نسميه يعني بمسمياتها الحقيقية وليس كما يطلق عليها الآن اتحاد أحمد عيد، وأنا مستغرب جدا من هذه التسمية. ما كانوا يقولون اتحاد نواف بن فيصل، اتحاد سلطان بن فهد، اتحاد فيصل بن فهد، ما كانوا يقولون. الآن طلعت نغمة جديدة في الشارع السعودي اللي هي اتحاد أحمد عيد، وكان أحمد عيد هو الاتحاد، هذا الاتحاد له الوحدة ويعمل فيه الوحدة. أنت الحين أنت قبل أن ندخل هذا الموضوع، هل أنت تشوف أن التجربة يعني قاعدة تحقق أهدافها؟ خلينا نشوفها بشكل كامل. أوكي. وبعدين نحكم. أنا أراها حتى الآن إيجابية، كثير إيجابية. والمشاكل اللي نشوفها في لجنة الحكام، لجنة الانضباط، التكتلات ضد الاتحاد إيجابية. شوف، عجبني في التقرير تصفية الحسابات، جملة تصفية حسابات. هل هي فعلا تصفية حسابات؟ نعم تصفية حسابات، بدليل
الثلاثين صوت اللي كانوا مع المعمر ما كانوا لخالد المعمر بصفته مرشح نادي الشباب. خالد المعمر كان بصفته مرشح ضد لأحمد عيد. خالد المعمر كان نائب رئيس نادي الهلال وكان نائب رئيس نادي الشباب، فبالتالي ما كان الموضوع انه لانه في نادي الشباب وهذا ضد احمد عيد، لا. هي عندنا انقسم الشارع الرياضي السعودي الى جزئين، جزء معه جزء ضد، وجزء مع احمد عيد وجزء ضده. فلذلك ممكن يعني الشغل كان كويس بالنسبه للطرف الاخر، واعتقد بعض التقارير التلفزيونيه اللي كانت يعني في ليله الانتخابات اثرت بشكل كبير، ولا كان حسب العمل اللي احنا يعني العمل ان انت كنت منسق او قائد الحمله الاعلاميه لاحمد عيد. اي لاحمد عيد، فكان يفترض 38 صوت بالراحه لاحمد عيد، ولكن راحت 6 صوت اصوات ربما ممكن الفريق العمل الثاني كان اجتهدوا. لا، الفريق العمل اللي صراحه الموجه من قبل بعض القنوات الفضائيه، من قبل بعض الجهات، الصحف السعوديه كانت تنزل منشطات بعمر رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم. يوم فاز احمد عيد ما شفناه مكتوبه ولا شيء يعني ابد، ولا كان في انتخابات السعوديه. هذا ممكن يكون لان خالد كان شاطر وعنده فريق عمل جيد، اغنع او قدر يقنع الشارع انه هو اللي يفوز، وانتم فريقكم ما اغنع الشارع انه هو يفوز. في النهايه فاز احمد عيد، يجي في الختام انا بس نجحوا ان هم يقنعوا يعني يطلعوا بمنشتات، يعني هذا اعتبر انجاز بالنسبه لخالد معمر وفريقه. يا اخي يطلعون عندنا منشتات الان حق الفريق المهزوم على الفريق الفائز، مجدول الفريق المهزوم عندنا، فطبيعي انه يطلع مثل هذه المنشتات في الصحف السعوديه. خلينا نرجع حق تصفيه الحسابات، انت قلت تصفيه حسابات، يعني التقرير سال هل هي تصفيه حسابات؟ انت تقول تصفيه حسابات، تصفيه حسابات مع احمد عيد، يعني هل احمد عيد عنده عداوه مع احد عشان يصفون وياه؟ لا. شلون؟ المساله هنا او المشكله اللي صايره عندنا الان انه احمد عيد صنف على انه اهلاوي. اوكي؟ وانه الاهلي له حظوه. لأن الأمير خالد بن عبد الله ابن خادم الحرمين الشريفين، أوكي، عنده له معاملة خاصة، وهذا الشيء اللي شفناه في أول اختبار حقيقي للاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة أحمد عيد الأهلاوي، أوكي، رفض تأجيل مباراة الاتحاد والأهلي، والأهلي كان متضرر كثير، عنده إصابات كثيرة، وعنده يونس محمود تو مستقطبين كانوا، فكان يبغى له وقت تجهيز، ورغم ذلك لعبت المباراة في موعدها، ما تم تأجيلها، وكان في مبرر أنه موسم الحج. وكان ما حد يقدر يعترض على هذا على هذا على هذا على هذا المبرر، ويتم تأجيل المباراه. ولكن هذا اول اختبار لأحمد عيد الاهلاوي، اوكي، وكرئيس.